بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات أجمل ترحيب مع هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وذلك من مكتبته بمدينة الرياض. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. نستفتح هذا اللقاء بتفسير الآية المباركة في قول الحق تبارك وتعالى في سورة المائدة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الآية الكريمة من سورة المائدة يقول الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام. يقول الله جل وعلا: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. ينوه الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة بشأن البيت وهو الكعبة المشرفة التي بناها إبراهيم بأمر الله سبحانه وتعالى، وفرض الله على الناس حجها. قال الله سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهي قياما للناس، بمعنى أنها قبلتهم، وأنها يحجون إليها من أقطار الأرض يبتغون فضلا من الله ورضوانا، فيعبدون الله عندها. أمر الله جل وعلا بتطهيرها للطائفين والعاكفين والركع السجود، فهي بيت عبادة وبيت توحيد، وهي مثابة للناس. ويجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وهي مباركة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين. نوه الله بشأن هذا البيت العتيق الذي بناه إبراهيم عليه السلام بأمر الله سبحانه وتعالى. يجتمع الناس حولها من أقطار الأرض، تعارفون ويتآلفون، ويسلم بعضهم على بعض، وتقر أعينهم إذا رأوا قوة المسلمين وكثرة المسلمين، ففي ذلك مصالح عظيمة دينية ودنيوية، والحمد لله رب العالمين. قياما للناس تقوم به مصالحهم في معاشهم ومعادهم، وتكفر سيئاتهم إذا حجوا حج المبرور، ليس له جزاء إلا الجنة من أتى هذا البيت
لم يرفث ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه. فتقوم مصالحهم الدينية والدنيوية بذلك قياما للناس. وجعل الله الشهر الحرام الذي هو الأشهر الحرم التي حرم الله فيها القتال، وهي شهر شوال وذو القعدة وذو الحجة، عشرة شهر شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة، سماها الله الشهر الحرام لأنه يحرم فيه القتال ويأمن الناس على دمائهم وأموالهم في هذه الأشهر، كما أيضا يرتاحون عند هذا البيت العتيق. الشهر الحرام قياما للناس، مثل ما أن الكعبة جعلها الله قياما للناس. ولما جاء الإسلام انتشر الأمن ولله الحمد. هل بقيت الأشهر الحرم أو نسخت؟ الله أعلم بذلك، ولكن الله شرعها لمصالح الناس وحفظ دمائهم وأموالهم، وليتمكنوا من زيارة هذا البيت حاجين ومعتمرين. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. والشهر الحرام والهدي أي ما يهدى إلى البيت العتيق من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وعبادة لله، وفيه مصالح للناس يأكلون ويتصدقون ويتوسعون بلحومها. والقلائد هي ما يكون على الهدي الذي يساق إلى هذا البيت ليعرف أنه هدي فيجتنب ولا يساء إليه. فالقلائد فيها علامة على أن هذه الأنعام أنها لا يتعرض لها حتى تبلغ محلها وهو البيت العتيق. ثم قال جل وعلا: ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، شرع لكم هذا الشرع العظيم وجعل هذا البيت وهذا الشهر الحرام جعلهما قياما لمصالحكم وتمكينا لكم من السير إلى هذا البيت العتيق، لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. هذا فيه الحث على العمل الصالح والإخلاص لله، لأن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ولا يخفى عليه شيء من أعمالنا، وأن الله بكل شيء عليم. تعميم بعد تعميم لعلم الله سبحانه مما يجعل العبد يخاف من الله ويراقبه في أي مكان كان، سواء عند البيت أو إذا بعد عن البيت في أقطار الأرض، فإنه في علم الله سبحانه وتعالى لا يخفى على الله. نعم، جزاكم الله خيرا. نبدأ بتليفون البرنامج الذي سيظهره مخرج هذه الحلقة على الشاشة لمن أراد الاتصال بفضيلة الشيخ. 011-88-88-3-0.
تقول هذه السائلة: أرجو من الشيخ صالح حفظه الله أن يجيب ويوجه في هذا السؤال. النصح للآباء وحثهم على تزويج مولياتهم، حيث بأن والدي يرد الخطاب لأننا أخوات ثلاث معيدات في الجامعة ونتقاضى رواتب ممتازة. والدي يخاف ويطمع أن يزوجنا، أن نتزوج من هؤلاء الأكفاء الصالحين، وهو يخاف على هذه المبالغ، فأرجو من فضيلة الشيخ النصيحة. لا شك أن البنات أمانة في عنق والدهن، يراعي مصالحهن، هو يصونهن، وهو راع ومسؤول عن رعيته. ومن أعظم مصالح البنات تزويجهن بالأكفاء الصالحين. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تكن فتنة إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. الزواج فيه مصالح عظيمة، والله سبحانه وتعالى شرع الزواج، قال: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. فيه مصالح عظيمة، ولا يجوز لولي المرأة من أبيها أو غيره إذا تقدم لها كفء ترضى به أن يمنعها منه، فإن فعل فإن هذا هو العضل المحرم، وبالتالي إذا أصر على ذلك تسقط ولايته على المرأة، تنتقل إلى من بعده من الأولياء، حفاظا على مصالح النساء. فليتق الله هذا الأب الذي يمنع تزويج بناته طمعا في وظائفهن، لأن هذا عضل محرم وضرر وإضرار بالمرأة. والرجل الصالح الكفء خير لها من الوظيفة، خير لها من العمل الوظيفي، لأن عضلها لأجل رواتبها يفوت عليها مصالحها التي جعلها الله في الزواج. ومعلوم أن المرأة إذا خطبت أول مرة ولم تزوج أنها تتأيم، أنها بعد ذلك لا يرغب الخطاب فيها ويأسون منها ويجتنبونها، فتأتي العنوسة التي فيها ضرر على النساء وعلى المجتمع. يجب على هؤلاء الآباء والأولياء أن يتقوا الله في بناتهم ومولياتهم، وأن يزوجوهن من الأكفاء الصالحين إذا رضين بذلك، لأنه إذا فات المرأة الزواج فاتها خير كثير، تعطلت وأعرض عنها الخطاب فبقيت عانسا، وربما تطول عليها السنين، وربما تكبر ولا يرغب فيها أحد، فيكون السبب في ذلك أبوها أو وليها الذي عطلها طمعا براتبها. حرام عليه هذا الراتب الذي من أجله يمنع تزويجها من الكفء الصالح الذي ترضى به، يكون حراما عليه، لأنه ظلم لها. فيجب على الأولياء من الآباء وغيرهم للنساء
أن ينظروا في مصالحهن، لأنهن أمانة عندهم، ولا ينظروا إلى مصالحهم الخاصة على حساب أو الإضرار بالنساء. نسأل الله أن يهدي سائر المسلمين آمين. بما فيه الخير والصلاح والاستقامة. نعم، بارك الله فيكم. نبدأ باتصالات الإخوة والأخوات، ونأخذ المتصل يوسف من الرياض. تفضل يوسف. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال شيخ عبد الكريم؟ الله يحييك، تفضل اطرح السؤال مع الشيخ. بس ما حكم قول اللهم أجل قيام الساعة؟ اللهم أجل قيام الساعة، ما حكم قول هذا الكلام؟ نعم، يقول ما حكم قول اللهم أجل بقيام الساعة؟ غير مشروع هذا الدعاء، غير مشروع، لكن يسأل الله بدل هذا، يسأل الله التوفيق والهداية والعمل الصالح. وأما قيام الساعة فهو بيد الله سبحانه وتعالى، لا يقدمه ولا يؤخره عن موعده الذي قدره الله سبحانه وتعالى له. نعم، أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول بأن لديه الرغبة أن يحفظ المتون في الفقه والحديث في صغره، ثم يقوم بدراستها في كبره وتطبيقها، فبماذا تنصحون طلبة العلم في ذلك؟ هذه الطريقة غير صحيحة لطلب العلم. لا بد أن يحفظ المتون على العلماء الذين يشرحونها ويوضحونها له شيئا فشيئا، ولا يحفظها دفعة واحدة بدون أن يقرأها على أهل العلم والمدرسين الأكفاء الذين يشرحونها له ويبينونها شيئا فشيئا. العلم لا يؤخذ دفعة واحدة ولا يؤخذ عن الكتب، وإنما يؤخذ عن العلماء شيئا فشيئا. نعم، أحسن الله إليكم. هذه السائلة تقول أختي دائما تخاف من العين يا فضيلة الشيخ، وتخاف على أولادها، وقد بلغوا 12 سنة و 11 سنة، وعندما يقول زوجها سأذهب بهم إلى المسجد تقول لا يصلون عندي في البيت، ما رأي الشيخ في ذلك؟ هذا خطأ، ولا يجوز لها أن تمنعهم من الصلاة في المسجد، لا سيما إذا كانوا بصحبة أبيهم. وأما هذا الخوف الشديد، هذا من الوسواس، الوسوسة، عليها أن تستعيذ بالله من هذا الوسواس. ما داموا مع أبيهم ومع المسلمين فهذا خير لهم، وهذه هي التربية الصالحة. أما حبسهم عندها بحجة أنها تخاف عليهم، هذا من الوسواس الذي يجب تركه. التوكل على الله سبحانه، تدعو لهم وتشركهم في وردها والدعاء لهم في الصباح والمساء، وتجعل لهم حرية الذهاب مع والدهم إلى المسجد. نعم، أحسن الله إليكم. أبو يحيى من أبها، تفضل أبو يحيى. عند النوم أنا أصلي صلاة جوف الليل مع العشاء، هل علي شيء ولا؟ نعم، يجوز أن تقدم صلاة الليل في أوله قبل النوم، تختمها بالوتر ثم تنام، والأفضل أن تؤجلها إلى آخر الليل، هذا هو الأفضل، تصليها في آخر الليل وتختمها بالوتر. نعم، أحسن الله إليكم.
هذا السائل يقول لي الحقيقة قريب وعنده خير ومال، وعند إخراج زكاته يا شيخ يبحث عن البعيدين ويترك القريبين من أخواته وأهله وهم فقراء ومستحقين للزكاة، فما هو الأولى؟ الأولى إخراجها في الأقارب المحتاجين، قوله صلى الله عليه وسلم: صدقتك على القريب صدقة وصلة، يعني فيها أجران، أجر الصدقة وأجر صلة الرحم، فيحرص على أقاربه المحتاجين قبل غيرهم. نعم. هذا السائل يقول بأنه يجمع إيجار البيت ويتم عليه الحول، هل عليه زكاة؟ إذا تم الحول على إيجار البيت من حين العقد، عقد الإيجار، فإنه تجب عليه الزكاة سواء قبضها أو لم يقبضها، فإنه يزكيها، لأنها إذا لم يستلمها تكون دينا له على المستأجر فيزكيه، وإذا قبضها فهذا معلوم أنه إذا تم الحول عليه تجب زكاته والمبادرة بإخراجها، وهذا وقت إخراج الزكاة عند تمام الحول. نعم. يسأل عن حكم الجوال الذي به نص من القرآن يا شيخ. لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، يقرأ لأجل تيسر له أن يقرأ القرآن منه إذا احتاج إلى ذلك، هذا فيه تيسير لتلاوة القرآن. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول هذا لأخي الأكبر مني، ولكن عنده حياء شديد ويستحي من بعض الناس ومن مقابلتهم، فما هو الحياء المحمود والحياء المذموم، وهل يمنع من الخير؟ الحياء المحمود هو الذي يكف صاحبه عما لا ينبغي ويحمله على ما ينبغي له، هذا هو الحياء المحمود. أما الحياء الذي يمنع مجالسة الناس والاستفادة منهم فهذا يعتبر من الخجل وليس هو من الحياء المحمود، عليه أن يعود نفسه في مصاحبة الأخيار وحضور المجالس المفيدة حتى يذهب عنه هذا الحياء، هذا الخجل. نعم. أحسن الله إليكم. أبو فيصل من أبها معنا على الخط، فضل أبو فيصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسأل الله تعالى أن يسددك في القول والعمل للشيخ صالح. جزاك الله خيرا. آمين آمين. السؤال الأول، عندي ثلاث أسئلة مختصرة. نعم تفضل. السؤال الأول، وضح ويحفظكم الله الحديث الولد وما ملك لأبيه، وهل يحجب الجد ميراث أبناء ولده بعد مماته؟ نعم، الحديث صحيح، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن أبي يجتاح مالي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، فللأب أن يأخذ من مال ابنه أو بنته ما لا يحتاجه ولا يضره، ما لا يضر الولد ولا يحتاجه، للوالد أن يأخذ منه، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، فعلى الولد أن تطيب نفسه بذلك، ويعتبر هذا من البر بالوالدين. نعم. السؤال الثاني، وماذا عن الأبناء بعد وفاة الولد، يعني أبناءه، أبناء ولد الجد، كيف؟ يعني الجد حي وولده توفي ولها أولاد، هل الجد يحجب حقهم في الميراث بعد وفاة أبيهم؟ الجد ينزل منزلة الأب، ينزل منزلة الأب،
فيكون تارة صاحب فرض وتارة يكون صاحب تعصيب وتارة يجمع بينهما، يجمع بين الفرض والتعصيب، فهو ينزل منزلة الأب في هذا. نعم. السؤال الثالث. السؤال الثاني: من لم تمكن ظروفه الصحية من الحج والأطباء نصحوه بذلك خشية عليه وهو مريض قلب، ورأي الأطباء تحفظات شديدة للجهد أثناء المناسك، هل يجوز هذا إن كان حج أن يوكل؟ نعم، يعني حجة الإسلام. نعم. أي نعم، إذا كان العجز مستمر معه ولا يرجى أن يزول عنه فإنه يوكل، أما إذا كان يرجو أن يزول عنه وهو مرض مؤقت فإنه ينتظر حتى يزول عنه الحج ويباشر حج الفريضة بنفسه. نعم. طيب أبو فيصل، بقي شيء؟ الفجور في الخصوبة يا شيخ، ماذا ورد فيه من نصوص؟ وحال الناس في هذه الأيام يعني في محاولة حجب بعض الحقوق الثابتة من باب التعصب القبلي. طيب شكرا. والله على كل حال هذا يرجع فيه إلى المحاكم، والحمد لله المجتمع فيه حكم شرعي يرجع إلى المحاكم لأخذ الحقوق ومنع المتعدي والظالم، يرجع إلى المحاكم وإلى ولاة الأمور في هذا. وأما الفجور في الخصومة فهو كبيرة من كبائر الذنوب، قال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. نسأل الله العافية. نعم. من الأسئلة التي وردت للبرنامج يقول يا شيخ: ما الصفة الشرعية للتعامل مع الميت لحظة وفاته وجزاكم الله خيرا؟ الصفة الشرعية أنه يلقن قول لا إله إلا الله، فإذا قالها فقال صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، يعني المحتضرين، فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فيلقن قول لا إله إلا الله برفق، وإذا تكلم بعدها فإنها تعاد عليه مرة ثانية برفق حتى تكون آخر كلامه، تكون آخر كلامه. نعم. هذه السائلة أم عبد الله تقول: ورد حديث فيما معناه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل بلال: ما أرجى عمل تقوم به؟ قال: أصلي ركعتين بعد الوضوء. لا، الحديث هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لبلال: إني دخلت الجنة فوجدت صوت نعليك، أو ما هذا معناه، فما هو عملك؟ قال: ما توضأت وضوءا إلا صليت بعده ركعتين. ومن هذا أخذ العلماء أن من السنن في الصلوات صلاة الوضوء. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: بالنسبة للأذان للصلاة فأنا مؤذن وعادة يكون علي جنابة، هل أذاني وأنا علي الجنابة في المسجد جائز؟ نعم، أذانك جائز، ما يشترط الطهارة للأذان، بل تستحب الطهارة للأذان، ولكن لا تجلس في المسجد وأنت جنب، عليك أن تخرج وتغتسل للجلوس. أما مجرد المرور للأذان أو لأخذ حاجة فلا بأس بذلك. نعم. سعد من الرياض، تفضل يا سعد. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحفظك إن شاء الله. أنا يا شيخ عندي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: أنا اكتتبت في الأسهم حقت
المطروحة اللي البنك الأهلي، وأنا ما أدري عن تحريمها، يعني ما عندي خبر بتحريمها إلا بعد ما اكتتبت. فرحت لهم أبغى أرد فلوسي، وقالوا لي ما نرد الفلوس حقتك. ما أدري وش أسوي يا شيخ في الحالة هذه. والله اشتكهم عليك بأن تشكوهم إلى المحكمة وتنظر في قضيتك معهم، لأن هذا شيء لا يجوز، وصدر فيه فتوى من اللجنة الدائمة بتحريم الاكتتاب في البنك الأهلي وغيره من البنوك الربوية التي تشتغل بالربا. نعم. السؤال الثاني. السؤال الثاني يا شيخ، الحين حنا نستلم رواتبنا عن طريق البنك الأهلي، هل بعد فيها يعني ربا؟ أو أكيد أنها تقعد عندهم يشتغلونها على ما تنزل من وزارة المالية عليهم، تقعد عندهم فترة وبعدين تنزل على حساباتنا. ما أدري وش الحكم يا شيخ. لا، سأخذك راتبك أو من رصيدك الذي للحفظ، لا بأس به، لا بأس به. وأنت ما اخترت أنه تمر على البنك، لكن الجهة التي تصرفها هي التي جعلتها عن طريق البنك، فأنت تأخذ راتبك وليس عليك شيء والحمد لله، لأن هذا حق لك. نعم. طيب. نعم تفضل. طيب يا شيخ، قالوا لي بالنسبة لحقة الأهلي افتاني واحد من المشايخ، إلى نزلت تبيعها وترد رأس المال حقك، والباقي الفوائد هذه تنفقها في 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 طريق الخير. ما أدري وش الحكم. لا، هذه فتوى من غير صحيحة، وحاول إنك تسترد نقودك، وإذا لم يوافقوا فعندك المحكمة، تقدم فيهم شكوى للمحكمة. نعم. هل التورق جائز في البيوع؟ وما صفته؟ وما هي أنواع البيوع؟ التورق فيه خلاف بين العلماء، والجمهور على أنه يجوز للحاجة بشروط. الشرط الأول أن تكون السلعة موجودة في ملك الدائن البايع قبل العقد. الشرط الثاني أن يقبضها المستدين، أن يقبضها المستدين من الدائن ويبيعها على غيره ليستفيد من ثمنها، ثم إذا حل الأجل يسدد قيمتها للدائن. هذين الشرطين، أن تكون مملوكة للبائع الدائن قبل أن العقد، قبل أن يعقد عليها مع المستدين. الشرط الثاني أن يقبضها المستدين وأن يبيعها على غير الدائن. نعم. تقول السائلة: توفيت أختي وعليها 5 أيام قضاء من رمضان، هل يجوز أن أصوم عنها أو أخرج كفارة؟ تصوم عنها إذا كانت مضت عليها مدة ولم تقضها وهي متمكنة من القضاء، ولكنها أخرتها من باب الكسل، فإنك تقضيها عنها. أما إذا كانت مرضت وبقيت في المرض إلى أن ماتت لم تتمكن من القضاء، ليس عليها شيء. نعم. علي من المجاردة، تفضل يا علي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. وعليكم السلام. يا شيخ عندي سؤال لو سمحت. تفضل. نعم. أنا صار بيني مشكلة زوجتي، وقلت لها والله بالحرام اللي احكي من البيت انك ما تطبن على البيت، ما ادري ايش عليه يا شيخ. والله يا أخي تروح للمحكمة وتسأل القاضي اللي عندك في البلد، تسأله عن هذا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا أبو خالد يقول: أسأل الشيخ عن كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي، فأنا أقرأ في هذا الكتاب. الكتاب فيه تصوف كثير، مشحون بالتصوف، وفيه خطر على من يقرأه أن يتأثر به، خصوصا الجاهل الذي لا يعرف التصوف والبدع والأشياء هذه، فعليك أن تتجنبه. وإذا أردت أن تقرأ، تقرأ في الكتب الصحيحة النقية، وهي كثيرة ولله الحمد. نعم.
شيخ صالح بعض الناس وهم من المطلعين يعني لا يستشير في قراءة الكتب العلماء والمختصين، ما رأيكم في ذلك؟ هذا إذا كان إنه عنده تمييز ومعرفة في القول الصحيح من القول غير الصحيح، يأخذ بالصحيح ويترك ما ليس بصحيح فلا بأس بذلك. أما إذا كان جاهلا ولا يميز بين هذا وهذا فلا يجوز له أن يقرأ في هذه الكتب التي لا تخلو من البدع والضلالات أو من الأخطاء، وعليه أن يستشير على الكتاب قبل أن يقرأ فيه، يستشير أهل العلم من يثق به من أهل العلم. نعم. له أيضا سؤال آخر عن تفسير الأحلام، كتاب تفسير الأحلام لابن سيرين. غير صحيح، ابن سيرين ما له كتاب في تفسير الأحلام. نعم. والكشاف للزمخشري يا شيخ؟ كشاف هذا كتاب تفسير. نعم. وهو يعتني بالبلاغة واللغة العربية، وهو كما ذكرنا فيه اعتزال وفي حمل على أهل السنة، فالذي عنده أهلية ومعرفة وتمييز يستفيد مما فيه من العلم ويترك ما فيه من الخطأ والضلال، وأما الذي لا يميز فلا يجوز له أن يقرأ فيه. نعم. أبو أحمد من المدينة النبوية، تفضل يا أبو أحمد. أكسر السلام عليكم أبو أحمد، أكسر التلفزيون لأن في صدى. السلام. أكسر التلفزيون شوي. السلام عليكم. السلام. السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. أتبعت الشيخ. تفضل. السلام عليكم. يا أبو أحمد أكسر التلفزيون شوي، أكسر التلفزيون لأن في تردد. طيب. فضيلة، طيب. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول بيني وبين أخي مقاطعة، وذلك منذ 3 أشهر، وحتى الآن أريد أن أتحدث معه وأكلمه ولكنه لا يكلمني. عليكم بالمصالحة، قال صلى الله عليه وسلم لا يجوز، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فحاول مع أخيك. وأيضا لو وسطت بينك وبينه من المصلحين من يصلح بينكما أكون هذا من المفيد إن شاء الله. نعم. له فقرة أخرى يا شيخ، يقول بأنني لا أسلم على زوجة أبي وقد قاطعتها ولا أرد عليها التحية لأنني أخاف منها ومن عداوتها لوالدتي. لا، أسلم عليها وتلطف معها، والخوف لا يمنعك من ذلك ما دام ما حصل منها شيء مع والدتك فلا تقاطعها. نعم. يقول ما الحكمة من انتقال ليلة القدر من ليلة إلى أخرى، وأيهما الأرجح تكون ليلة القدر؟ أرجح ما تكون ليلة 27، أرجح ما تكون ليلة 27، الليلة 7 من العشر الأواخر من رمضان. وأما التنقل فهذا قول لبعض العلماء وفيه نظر، ما الدليل على أنها تتنقل؟ نعم. يقول الشيخ هذا السائل، هل الحسنات والسيئات في مكة تتضاعف، وأيهما أفضل، مكة أم المدينة؟ أما الحسنات فإنها تضاعف في مكة وفي غيرها، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، وجاء في الأدلة الأخرى أن الحسنة تضاعف إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وأما السيئة في الحرم فإنها لا تضاعف، جزاء سيئة سيئة مثلها، ولكن تغلظ، يغلظ إثمها، فإثمها في الحرم أغلظ من إثمها خارج الحرم. نعم. هذه السائلة أم عبد الله تقول بأنها مسافرة فصلت المغرب 3 ركعات في وقتها والعشاء قبل دخول الوقت،
هذا لا يجوز، لأنه ما جمعت، لو جمعتها مع الأولى لأنها مسافرة جمعتها مع المغرب يكون أحسن، لكن لما فرقت بينهما بهذا الوقت الطويل الجمع لا يجوز في هذه الحالة، ولا يصح صلاتها قبل دخول وقتها. نعم. تسأل تقول بأن دورتها الشهرية 7 أيام، ولكنها تزيد بعض الأيام ويستمر معها الدم، هل تصلي وتصوم إذا كانت صائمة؟ لا، ما دام أنه العادة تزيد وتنقص وتنتقل تتغير، فعليها أن تجلس ما إلى أن ينقطع الدم وترى النقاء التام إلى 15 يوم، أكثر الحيض 15 يوما، فإذا زادت ما زاد عن 15 يوم فإنها تغتسل وتصلي. نعم. هذا السائل يقول: هل يؤخذ العلم يا شيخ عن مشائخ ليس لهم مشائخ بل تفقهوا من الكتب والأشرطة؟ لا، هؤلاء ليسوا علماء، هؤلاء متعالمون، ولا يؤخذ العلم عنهم، ما يؤخذ العلم إلا عن العلماء المعروفين به الذين تلقوه عن علماء قبلهم. هذا العلم مثل النسب، فهذا الذي يأخذ العلم عن الكتب ويتعالم هذا علمه لا نسب له، فالعلم يتلقى عن أهل العلم جيلا بعد جيل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول بأنني متوظف جديد، وبالنسبة لزكاة رواتبي كيف أخرج هذه الزكاة لرواتبي؟ هل هو في آخر السنة؟ اجعل لك موعدا من السنة تخرج زكاة ما اجتمع لديك مما تم حوله وما لم يتم حوله إلى أن يأتي هذا اليوم في السنة القابلة، وهكذا ما يسع الناس إلا هذا. نعم. هذا السائل يقول يا شيخ بأنني مقبل على الزواج، ولكن نصحني بعض الناس بأن لا أتزوج من أقاربي، يقول فهم عقارب وخطأ ويأتون أو الأولاد فيهم نقص، ما رأي الشيخ في ذلك؟ هذه شائعات باطلة، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج من أقاربه، وزوج علي بن أبي طالب فاطمة بنته، فالتزاوج بين الأقارب لا بأس به ولا نقص فيه والحمد لله، تترك هذه الشائعات التي لا أصل لها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما المراد بالاستنجاء والاستجمار ومتى يكون؟ الاستنجاء يكون بالماء، غسل الفرج بعد الحدث يغسل بالماء، هذا الاستنجاء. وأما الاستجمار فيمسح المخرج بالحجر أو ما يقوم مقامه مما ينقي المخرج، ويكون بثلاثة أحجار أو ما يقوم مقامه أو 3 مساحات منقية. نعم. أبو نواف معنا على الخط، تفضل أبو نواف. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. يا طويل العمر من كلم الشيخ، ممكن؟ تفضل. يا شيخ، عندي ولدي الله يجزاك زعل، طلق زوجته طلقة واحدة. هذا السؤال، هذا رقم واحد. هل يتبجع؟ طيب. السؤال الثاني، لحظة يا أخي، يجاوب الشيخ. الطلاق راجعوا فيه المحكمة، أقرب محكمة إليكم راجعوا القاضي واسألوه عن هذا الطلاق. نعم. السؤال الثاني كم المدة اللي يمكن إرجاعه؟ في ناس يقول 3 شهور أو في 4 شهور، بعد يقول ما يحق إنه إرجاعه، ما أدري الكلام هو صحيح أو لا. الطلاق الرجعي تكون الرجعة مدة عدة المطلقة، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني في العدة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول:
يقول فضيلة الشيخ: ما المراد بتعاهد القرآن؟ وما هي الطريقة الصحيحة للختم؟ وما كيفية العمل بالقرآن وتطبيقه؟ القرآن كتاب عظيم، كلام رب العالمين، ويتعاهده بأن يكثر من قراءته، يكثر من قراءته مهما أمكنه ذلك، خصوصا إذا كان يحفظه فلا يضيع حفظه. قال صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن فله أشد تفلتا من الإبل في عقولها. فالمسلم يعتني بالقرآن سواء يقرأه من المصحف أو عن ظهر قلب، ولا ينبغي أن يمر عليه الشهر إلا ويختم القرآن مرة في الشهر على الأقل. هذا أمر فيه مصلحة له وخير له. وأما الختم فإذا فرغ من قراءة القرآن، انتهى من القرآن آخر سورة من القرآن، يدعو على إثر فراغه، يدعو بما يسر الله له من الأدعية. نعم. حماد من الخرج، تفضل يا حماد. اكسر التلفزيون. السلام عليكم. حماد اكسر التلفزيون شوي. سلام. تفضل. مساك الله بالخير يا شيخ. مساك الله بالخير. عندي ثلاثة أسئلة مختصرة الله يجزاك خير. تفضل. نعم. ألا هو صلاة الجمعة هل هي تكسر وأنا مسافر ركعتين ولا أتمها أربع؟ طيب يجاوب الشيخ. صلاة الجمعة، صلاة الجمعة هي ركعتان يا أخي، كيف تقصرها؟ أو قصدك العصر؟ أنا مسافر يا شيخ، مسافر وجاني يوم الجمعة هل؟ نعم. طريقي ما في مسجد، وقفت وصليت، هل هنا أصلي ركعتين أو أصلي أربع؟ صل مع الإمام يا أخي، صل ركعتين مع الإمام. نعم. طيب شكرا لك يا حماد. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ: بكم تنعقد الجمعة؟ وما هي الأمور المستحبة عند من يريد أن يخطب الجمعة إذا كانوا في قرية؟ الصحيح أن الجمعة تنعقد بما تنعقد فيه به صلاة الجماعة، إذ لا دليل على تحديد عدد لصلاة الجمعة، فتنعقد بما تنعقد به صلاة الجماعة، واحد يخطب واثنان يستمعان، يعني ثلاثة أقل شيء ثلاثة، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم. بقية السؤال يقول: ما المراد إذا كان يريد شخص أن يخطب بهؤلاء، هل يختصر الخطبة نظرا لقلة عددهم؟ ما هو بالنظر للعدد، النظر إلى السنة، السنة تقصير الخطبة وإطالة الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، لكن تكون الخطبة مع اختصارها مستوعبة للموعظة والنصيحة وحمد الله والثناء عليه والشهادتين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والموعظة وتنبيه الناس فيما يحتاجون إليه، وتكون مختصرة، هذا أحسن وأتم. وإذا كنت تحسن إعداد الخطبة فأعدها أنت، إذا كنت ما تحسن تأخذ من الخطب الموثوقة والمعروفة وتخطب بها وتختار الخطب القصيرة المفيدة. نعم. المسافر هل عليه صلاة جمعة أم يصليها ظهرا؟ المسافر إذا عليه صلاة الظهر يقصرها، وإذا صلاها إذا وافق جماعة يصلون الجمعة وصلى معهم فإنها تكفيه عن صلاة الظهر والحمد لله. نعم. هل يحق لشارب الدخان أن يؤم المصلين في الصلاة وهو أحسن منهم في التلاوة والقراءة؟
لا ما يقدم إذا كان الاختيار، إذا كان هناك اختيار للإمام فلا يختارون من يصر على شرب الدخان، لأنه معصية ظاهرة ولأنه قدوة ربما يقتدون به فيختارون أحسن منه. نعم. هذه السائلة تقول: ما حكم دفع الشخص لامرأة أخرى تستطيع أن تنقلك من مكان إلى آخر في وظيفتك أو إلى مكان أحسن منه؟ نعم. تقول السائلة: ما حكم دفع المال لامرأة تستطيع أن تنقلك من مكان إلى آخر وهو أحسن من مكانك الآخر في وظيفتك؟ هذه رشوة ولا تجوز. إذا كانت تحسن إليها وتسعى في نقلها من باب الإحسان إليها هذا طيب، أما إذا كانت تتوسط لها بالنقل بمال تعطيه لها فهذه رشوة ولا تجوز. نعم. الأخت السائلة تقول: أمي مصابة بالفشل الكلوي وما تستطيع الصوم، ما رأي الشيخ في ذلك؟ وتصلي وهي على الكرسي. الصلاة تصلي على حسب حالها لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وأما الصيام إذا قرر الطبيب المختص أن الصيام يضرها فإنها تفطر، فإن كانت ترجو الشفاء في المستقبل فإنها تقضي إذا شفيت، وإن كانت مرضها وإن كان مرضها مزمنا ولا يرجى له شفاء فإنها تطعم عن كل يوم مسكينا بمقدار كيلو نصف عن كل يوم، ويكفي هذا عن الصيام قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذه في الشيخ الهرم والمريض المزمن. نعم. أبو هشام من الرياض معنا على الخط، فضل يا أبو هشام. السلام عليكم، مساك الله بالخير. مساك الله بالخير. بالنسبة للشيخ القصيم، أنا أروح بالشهر أحيانا مرة أو مرتين وأجلس إلى يومين ثلاثة أيام. القصر والجمع في الصلاة بدك توضح لنا الله يجزاك خير. أنت استقرارك وينه فيه يا أخي؟ في القصيم؟ والله أروح أنا أخذ شقة، أستأجر شقة وأجلس فيها يومين ثلاثة أيام وبعدها أرجع للرياض. محل استقرارك وينه فيه؟ استقراري بالرياض. الرياض تروح للقصيم زائر؟ أروح للقصيم زائر. إيه. تصلي مع الجماعة إذا كان حولك جماعة تصلي مع الجماعة، أما إذا صليت وحدك أو معك ناس مسافرون تقصرون الصلاة ما دامت إقامتكم دون أربعة أيام. نعم. نعم. الله يجزاك خير الشيخ، جزاك الله. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا يقول: لزوم استفتاح واحد في الصلاة هل هو جائز؟ وما أنواع الاستفتاحات في الصلاة؟ أنواع الاستفتاحات كثيرة في الصلاة والتهجد، وقد كتبها أو نقلها الإمام ابن تيمية رحمه الله في رسالة مستقلة، وأوفاها وأحسنها: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا هو يعني أشهر ما ورد وأشمل من غيره. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: بالنسبة للالتفات في الصلاة لأخذ شيء ثم العودة إلى مكاني، هل هذا الالتفات يخل بصلاتي؟ الالتفات بالرقبة فقط هذا مكروه في الصلاة، ولكنه للحاجة لا بأس به، لكن إذا لم يكن هناك حاجة فإنه مكروه في الصلاة، وهو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. هذه سائلة تقول: ما الحكم الشرعي في بنت تزوجت رجلا بالإكراه من أمها وإخوانها لأن الوالد متوفى والآن هي لا تطيق هذا الزوج؟ هذا تراجع فيه المحكمة والقاضي ينظر في هذا. نعم. تقول: أشعر في الصلاة بوسواس وأعيد الصلاة مثلا أكثر من مرتين حتى يرتاح قلبي.
لا تندفع مع الوسواس، تستعيذ بالله من الشيطان وتجزم على صلاتها وتمضي فيها وسيذهب عنها الوسواس بإذن الله. نعم. أبو ركان من حفر الباطن، تفضل أبو ركان اسمعنا من الهاتف. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. وعليكم السلام يا شيخ. تفضل. حياك الله. ممكن سؤال يا شيخ؟ تفضل. نعم. عندي سيارة نظام تأجير. سيارة نظام التأجير. نعم. هنا. سيارة نظام التأجير. تأجير. المنتهي بالتمليك. المنتهي بالتمليك. هذا لا من تايوت هذا عبد اللطيف منير. هذا لا يجوز يا أخي، هذا ما يجوز، هذه معاملة لا تجوز وهذا بيع لا يصح. نعم. أحسن الله إليكم. تقول: الأسبوع الماضي أديت العمرة مع أختي وكانت متنقبة، وهذه أول عمرة تؤديها أختي، ورجعنا إلى الرياض. إذا كانت جاهلة أو ناسية ليس عليها شيء، أما إذا كانت متعمدة يكون عليها فدية، تخير فيها بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة في مكة. الإطعام والذبح يكون في مكة، وأما الصيام فتصوم في أي مكان. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: ما أفضل الدعاء بالنسبة للميت، وما هو العمل الصالح الذي يهدى إليه؟ الدعاء له من أنفع القرب، يدعى له بالمغفرة والرحمة والنجاة من النار، وكذلك مما ورد إهداؤه للميت الصدقة، تصدق عنه، وكذلك الحج والعمرة عنه، كل هذا وردت به الأدلة. نعم. أحسن الله إليكم. الأخ أبو صالح يقول: تعلم الفقه الشرعي، ما هو الحد الأدنى لتعلمه وكيف يطبق؟ الفقه على قسمين: فقه العبادات، وهذا فرض عين على كل مسلم أن يتعلم ما يستقيم به دينه، وما زاد على ذلك من فقه المعاملات والأنكحة وغير ذلك هذا فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: من هم الذين يجب علي صلتهم من الأرحام، وهل التليفون جائز لأنني كثير الأسفار، وهل الهاتف الجوال يكفي في السؤال عنهم؟ كل من تربطك به قرابة من جهة الأب أو من جهة الأم فهم ذو الأرحام، وحقهم واجب عليك بالصلة، والصلة تختلف، تبدأ من السلام والزيارة، وإذا كنت بعيدا عنه وكذلك الهدية لهم، وأيضا مساعدتهم بالمال إذا كانوا محتاجين، وإذا كنت بعيدا عنهم فإن التلفون أو الجوال يكون من الصلة إذا كلمتهم وسلمت عليهم وسألتهم عن أحوالهم. نعم. أبو فيصل من جازان، تفضل أبو فيصل. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. تفضل. فضيلة الشيخ، يوم الجمعة بعض خطباء المساجد يقولون بالصلاة على النبي فنحل الكرب وتقضى الديون، فهل يجوز قول هذا الدعاء؟ لا، يصلون على النبي ويكفي هذا، ما يجيبون الكلام هذا اللي تقول، لكن يصلون على النبي وهذا فرض في الخطبة، من أركان الخطبة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. نعم. شكرا. السؤال الثاني. نعم، تفضل. تفضل. أخوي عنده بطاقة تأهيل شامل، عنده مرض الصرع، وأبوي أخذ البطاقة يعني حق الراتب ويتصرف فيها، هل يجوز هذا أم يعطى لأخوي البطاقة؟
يعطى أخوك حاجته منها وما زاد عنها إذا أخذه والده وهو زائد عن حاجة المريض لا بأس بذلك في حق الوالد خاصة، أما غير الوالد فيحفظ حق المريض ما زاد عن حاجته يحفظ له. نعم. شكرا أبو فيصل. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: كيف أزكي الأرض التي تباع بالتقسيط؟ هل تزكى حين انتهاء التقسيط من هذه الأرض مأجورين؟ حسب نيتك بها، إذا كنت تنويها للبيع فإنك تزكيها إذا حال عليها الحول، أما إذا اشتريتها بالتقسيط لحاجتك ولا تريد بيعها فليس فيها شيء، وإن كنت تريدها للتأجير تزكي أجرتها. نعم. يقول فضيلة الشيخ: بالنسبة للخشوع في الصلاة، فأنا دائما أشرد ويشرد ذهني، هل تصح الصلاة وهل تقبل؟ الصلاة تصح، ولكن لا يكتب لك منها إلا ما حضر قلبك وقلبك فيه منها، فعليك أن تحاول الخشوع وأن تتجنب المشوشات، لا تدخل فيها وأنت حاق أو حاقب، يعني يدافعك الأخبثان البول والغائط، لا تدخل فيها وأنت ثائر النفس بسبب شدة العدو والمشي، تدخل فيها وأنت مطمئن، وهذا من أسباب الخشوع، والتوفيق بيد الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم الأخت التي بعثت بهذا السؤال، تقول: أنا أسكن بالدور العلوي مع أهلي زوجي، وإذا نزلت عند والدته ألاقي بعض المشاكل منها ومن أخواته، وهذا ينعكس على حياتي الزوجية مع زوجي، وقد طلبت من زوجي أن يبحث عن شقة ونخرج عن والدته، ما رأي الشيخ في ذلك؟ نعم، هذا حق لك، إذا كان عليك ضرر من سكناك مع أهله فلك أن تطلبي سكنا مستقلا، ويجب عليه هو أن يوفر لك السكن. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين على هذه الإجابات الموفقة والمبنية على الكتاب والسنة، جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء. أشكر زملائي في مكتبة الشيخ محمد عبد العزيز الحامد ويزيد بن محمد الماضي، كما أشكر زملائي معي في استوديو الرياض من المخرجين والفنيين والمصورين. هذا زميلي مخرج هذه الحلقة معجب الزهراء، معجب الدوسري، يتمنى لكم أوقاتا طيبة وعامرة بذكر الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.